الله وعليكم انتم ربي يخليكم والله يستركم لوليداتكم، وانتم اللي درتوا هذا عند ربي راه مسجله. سلام الله يرحم ليكم. برك عطاهم طروازيام ايطاج، كي عطاهم طروازيام ايطاج داروا ان دومود انا ما كانش على بالي، قال لهم كي عطونا طروازيام ايطاج عطاهم في تليلات، كان لها صعيبه مرضوا وهم عندهم شرط. انا وهم راه قانونات. سيد الامين العام نيابه عن سيد الوالي، هذه شهاده شرفيه باسم ولايه وهران. انا نسميها وسم الشجاعه. يديها الله يستركم يعطيكم الصحه. الله يعطيكم صحتكم يا ولادي. الله يعطيكم الصحه. هذه شجاعه راكي المراه الشجاعه رقم واحد في الجزائر. هاك هذه لا ميداي ثاني مهداه من طرف السيد الوالي. راه هي ديرها لها. هي صفوا عليها الشجاعه. معايا وانا معاكم. ربي يخليكم يا ولادي. الله يعطيكم صحتكم. انا مير نرقد والله كل حي تجيني كنت عارف الوالدين. الوالدين ما كانش كيفهم كيغيبوا الوالدين وعليهم. مسكين 30 عام وراه هيا ما تبكوش انتوما. هيا قولوا تحيه منا. تحيه منا. وهذه الحاجه باسم المنتخبين كاع تاع ولايه وهران. يهدي لك رئيس المجلس الشعبي الولائي. تفضل سيدي الرئيس. تفضل سيدي الرئيس. اي ها يخليكم. ان شاء الله ربي يقدر. ان شاء الله وهذه انتم المنتخبين عطوا كاع مساكين هذو الجوج عطوهم كاع وحده وحده. هاك سي محمد حفيظه. اييه هاك الله يسلمك. هاك انتم قسمو رئيس. عطي المدير. هاك المدير. المدير حتى المنصب كاع اللي راهم يدينا نتعود الخير تاع الوالد تاع الوالد يا عبد الله. شنو تقول لهم عبد الله؟ شنو تدعي لهم؟
تدعي لهم عبد الله ربي يحفظك صلى الله يساعدك ربي يسترك شاكرين السلطات المحلية لمدينة وهران بمناسبة اليوم الوطني للاحتياجات الخاصة على زيارتهم التضامنية لليوم للحاجة مقدم عيشة اللي نعتبرها الامرأة الشجاعة رقم واحد في العالم. يعني عندها في العمر 83 سنة وراك تشوف الكبير للولد تاعها اللي عنده 64 سنة والبنات الصغار عندهم يعني 43 45 47 48 سنة يعني والحمد لله يعني ربي عطاها الشجاعة باش تربي هذو الاولاد وتكبرهم. حنا نشكروها ونقول لها ربي يحفظك وهذا ابتلاء من عند الله وانت واش نقول لك يعني الجنه راهي مضمونه ليك باسكو هذا هو الامتحان تاعك في الدنيا تاعك يعني نقول لك الله يحفظك والله يسترك والله ان شاء الله يا ربي والله ان شاء الله يا ربي الحاجه ان شاء الله ان شاء الله واليوم اليوم الامين العام تاع ولايه وهران نيابه عن السيد الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي كان وعدهم باش يتكفل بالملف تاع السكن تاعهم وحنا ثقتنا كبيره في الدوله الجزائريه والسلطات المحليه لمدينه وهران باش هذه يعني الحاجه اللي راهي يعني في 83 سنه راهي باغيه الى ربي عطاها العمر يعني تكون شاهده وتكون ضامنه أم الولاد تاعها يكونوا عايشين في مسكن يليق بهم ان شاء الله يا ربي. مدام نحيا ولادي انا بغيت باش نشوف هذه السكنه تاعهم اللي غادي يديروها لهم الحكومه غادي ديرها لهم والله يخلف عليها كثر خيرهم وش نقول لهم وش نقول لهم اللي جرى في هاد الاولاد ربي يستره امين الحاجة ربي يستره ما ينغبنش ما ينغبنش خاطرش راهم باينين مانيش مدرقتهم مانيش مدرقتهم هادو من يمشوا للحمام الساكن يقعدوا يقودوهم ولا نجيب اللوطو وراه ما ردتهم مرتخوم مرتخوم كاين اختهم كثر خيرها والحمد لله وعليكم انتم الله ربي يخليكم والله يستركم لوليداتكم وانتم اللي درتوا هذا عند ربي راه مسجله ان شاء الله يا ربي ما نشوف يعني بنيات يعني يبكوا بكاء الطفل يعني ولكن الحمد لله احنا ما نشكوش يعني الناس اللي راهي سهره على يعني الفقراء والمساكين اللي رايتهم في الغبار تنزع خيوط العنكبوت على المساكين خاصه اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه الحمد لله راهم نشوفوا تبارك الله الناس راهي تجي تدق في الابواب الحمد لله الجزائر بخير وتبقى للتاريخ يعني تبقى للتاريخ فهنيئا يعني لاسره تبارك الله ربي يوفق الرجال خاصه الله رادياز وسي محمد حنصه القادة الشافي كل مره يعني يتحرك يعني من تبسة المغنية الجنوب الكبير الواحة الحمراء حتى ينفض الغبار حتى لا ننسى الحجة يعني أمي خذي من صحتي ولا تمرضي الأم مدرسة إن أعددت شعبا طيب الأعراق هذا التضامن ما راناش نديرو غير مرة واحدة ولا رانا نديرو كل سنوات وهذه جيناها شعمل مرة الحاجة هذه حنا شنطلبو نطلبو ربي يقلع لها غبين إن شاء الله أمين. وربي يخلي لك هذو الوليدات وانتي تانيك ربي يطول لك عمرك ان شاء الله لهذو الاولاد هذو او في عمرك 83 سنه حنا تانيك في كجمعيه راديوز هذا ما نعجوش حنا نجو كاع الناس اللي يكونوا مغبونين على حساب طاقتنا وحنا نشكروا تانيك السلطات المحليه اللي جاوا حضروا على راس السيد الوالي امين العام ورئيس المجلس الشعبي الولائي اللي كانوا كل حاضرين هنا وراكي نجمو نقولوا بلي راكي شفيتيهم وغادي يقوموا لك بالواجب تاعك باذن الله. واليوم راني فرحان عزاز السكنه تاع الله مادام قادر نعاوننا قادر سافي تاع الله هادو تاني زاو عاونونا الوالي زا قادر سافي تاني سافهم قالوا ما وسفوا صلى يروح العمره سي الوالي حنا انا مغبونين هنايا انا في الفوضاوي زيب هذه الحاله انا فيها مادام مات خويا معاونتنا يعطيها صحه ان شاء الله مادام سيبانيا واقفه معانا الحمد لله ان شاء الله كانوا خويا تاني معاوننا